أخي. الحمد لله الذي نصرنا وجعل من نصيبنا هذا النصر وهذا الفتح المبارك. الحمد لله. الآن قلعة كولج حصار أصبحت للمسلمين. الله أكبر. الله أكبر. أرسلوا خبرا إلى القبيلة بسرعة. اليوم هو يوم الفتح. اليوم سيكون عيدا لقبيلة الكاي. أخبروا أقربائي، عمي ورفاقي ليأتوا إلى هنا. أمرك يا سيدي. ما شاء الله على بصرك.